السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في قناة يوميات كريم. أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنشرح الدرس الثاني في تغيير القيمة المكانية للصف الرابع الابتدائي ترم أول منهج المطور بتاع الرياضة. الدنيا سهلة وبسيطة، بس أتمنى من حبايبي إن هم يركزوا معايا كويس جدا. وقبل ما أبدأ فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ان اللايكات دي بتساعدنا نوصل لأكبر عدد من طلاب حبايبي. تعالوا يلا نشوف الدرس بتاعي النهاردة، وده نمبر 1، تغيير القيمة المكانية. تغيير القيمة المكانية يعني ايه؟ تغيير القيمة المكانية يعني لما أنا أغير العدد 4 مثلا هيكون كده، فجأة لقيته كده، يبقى أنا عملت إيه؟ ها، يبقى ضربت في 10. طب لو أنا رقم 4 نزل زي ما هو 4، يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى ضربت إيه؟ في 1. طب تعالوا نشوف المسألة بتقول إيه. لما القيمة المكانية بتاعت الأربعة بتكون في الأحاد، معنى كده إن الأربعة اتضربت في إيه؟ في 1، بتساوي 4. طيب لو أنا قلتلكم إن القيمة المكانية للعدد 4 هي 40، يعني في العشرات، صح كده؟ هتكون 4 في 10 بتساوي 40. تعالوا نشوف لو هي 400 هتكون في خانة المئات، مظبوط كده الكلام؟ هتكون في خانة المئات، ونركز مع بعض حبة. طيب لما تكون في خانة المئات، معنى كده ان الاربعة مضروبة في 100، فهتبقى 400. طب لو هي كده بقى قدامها 3 أصفار، هتكون في خانة الآلاف، تمام؟ فهنقول 4 في 1000 بتساوي 4000، مظبوط كده؟ طيب لو أنا قلتلكم بقت 40000، معنى كده إن هي مضروبة في إيه؟ في 10000، يبقى 4 في 1 0، وأدي العلامة وأدي 3 أصفار بتوعي. طيب بتكون إيه؟ 40000، ما تنسوش العلامات بتفرق جدا. طيب لو القيمة المكانية عشرات الألوف، احنا خلاص قلناها. طيب لو هي في مئات الألوف، يعني 400000، نعملها ازاي بقى؟ قال لي دي 4 في 100000 مرة واحدة، 4 في 100000، مظبوط كلامي؟ ادي كده الدنيا واضحة، تمام. طيب انزل بقى 400000 اللي اتفقنا عليهم واللي احنا كاتبينهم هنا، بس ما كتبتش الصيغة اللفظية بتاعتها او القيمة المكانية بتاعتها، علشان احنا شرحناها فوق وبدأنا بقى ان احنا نتكلم عليها ونحل كمان واحنا ماشيين. طيب لو جي قال لي القيمة المكانية بعد ما قلت خلاص للمئات، هقول انها للألوف، فهتكون ايه؟ احنا قلنا الألوف لما تكون في الملايين، 4 مليون، يبقى هحط الأربعة، ثواني احنا كده زبطنا دي، نسينا نحط الصفر هنا، 4 مليون هيكون ايه؟ قصادها 6 أصفار. طيب تعالوا نعملها، يبقى 4 في كام؟ في مليون، برافو عليكم، الدنيا كده ماشية تمام معانا. طيب هتكون بتساوي ايه؟ الـ4 مليون. لحد كده احنا فهمنا يعني ايه تغيير القيمة المكانية. تبقى 5 وبص الاقيها بقت 50، تبقى 5 وبص الاقيها بقت ايه؟ 500. طب ازاي الكلام ده؟ يبقى هنا ضرب في 10 وهنا ضرب في ايه؟ في 100. لحد كده يا حبايبي فاهمين؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده شوية على المسائل. ما قيمة كل ما يلي؟ ما قيمة كل ما يلي؟
تعالوا نشوف ايه قيمة كل ما يلي دي. قال لي اول حاجة، اول مسألة عندي قال لي 8 في عشرات الالوف. التمانية في عشرات الالوف بيكون شكلها ازاي؟ قال لي ده عشرات الالوف. يعني ايه عشرات الالوف؟ يعني التمانية دي مضروبة في عشرات الالوف. تعالوا نعملها، هتكون ازاي؟ هتكون في عشرة، وادي العلامة، وادي التلات اصفار. مش دي كده عشرات الالوف؟ طب علشان تديني ايه في الاخر؟ هقول له ده القيمة بتاعتها هتكون 80,000. وكده احنا تمام. تعالوا ناخد تاني مسألة، مش هنسيبهم. قال لي 3 في الملايين. التلاتة هنا في الملايين بتكون ايه؟ ده معنى كده ان التلاتة دي مضروبة في ايه يا جماعة؟ في مليون. تمام، تعالى يا مودي، تعالى احضر معايا الحصة. يبقى بتساوي ايه؟ 3 مليون. كده مظبوط، المسائل بتاعتنا مظبوطة جدا ومدروسة كويس قوي. طيب لما يقول لي بقى 60 عشرة، ازيك يا مودي منورنا. الستين عشرة دول معناها ايه؟ قال لي ده معناها كبير قوي، معناها انه الستين دي مضروبة في العشرة ادتني 600. يبقى انا هقول له الستين عشرة دي معناها 600، وكده مسألتي زي الفل. تعالوا ناخد الواجب على الجزئية دي، الهوم وورك بتاعنا على الجزئية دي نمبر 1. قال لي ما قيمة التسع آلاف أو 9 آحاد الآلاف أو الألوف؟ ياريت نحلها. طيب تعالوا نشوف المسألة التانية. قال لي نختار إيه؟ نختار 40 عشرة. هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقى مضروبة في إيه؟ طيب ولو جه قال لي رقم 3، قال لي 610، هتكون مضروبة في ايه؟ كل ده هيكون هومورك على الجزئية الهايلة دي. حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا ونقدر نحلها في اي وقت، وهو ده الواجب بتاعكم. واتمنى ان انتوا تبعتولي في التعليقات الواجب ده وانا اصححه معاكم، وتكتبوه في التعليقات وهرد على كل التعليقات وكل الاجابات. وبالمناسبة هقول على كل اسماء حبايب الطلاب اللي متابعيني واللي دايما معايا وبيذاكروا كويس جدا وشاطرين. المنهج بسيط مطور ولكن مفيش حاجة صعبة علينا في قناة يوميات كريم. طيب المرة الجاية ان شاء الله هناخد دروس تاني على المنهج المطور اللي الناس كتير بتشتكي منه، مع انه سهل وبسيط ورائع جدا. هناخد صيغة متنوعة، وهناخد تكوين الاعداد وتحليلها. يعني ايه الصيغة المتنوعة؟ وده الدرس الثالث. الصيغة المتنوعة زي الصيغة القياسية والصيغة الممتدة والصيغة التحليلية والصيغة اللفظية، كل ده حاجات سهلة وبسيطة ان شاء الله هناخدها في درسنا اللي جاي بإذن الله. موضوع سهل جدا مش صعب، بس مطلوب مننا نركز كويس. اهم حاجة ننام بدري ونهتم كويس جدا بالخضار والفاكهة وبأكلنا كويس جدا، والحاجات اللي فيها كالسيوم وفيتامينات وفيتامين وحديد وحاجات، كل الحاجات دي لازم ناخد بالنا منها تمام علشان نقدر نركز. موضوع سهل وبسيط، وان شاء الله هتكونوا من اشطر الناس باذن الله. ولو في اي درس حابين تعرفوه او اشرحه لكم ابعتولي على التعليقات، وفورا هرد بفيديو سريع جدا لاي تعليق يجي، وكمان هقول اسم الطالب فيه. فاتمنى النهاردة الفيديو يكون افادكم، ولو الفيديو فاتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا جدا اللايكات معايا عشان نوصل لأكبر عدد من الطلاب إن شاء الله، عشان نقدر نفيد أكتر عدد من حبايبي الطلبة. وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله على قناة يوميات كريم، وبالتوفيق. باي باي.